أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي العلمي، أسعد الله أوقاتكم. نحن اليوم في درس الفيزياء بالوحدة الرابعة، درس من خواص الأمواج، انتشار الأمواج والاهتزازات، وهو درس التداخل والانعراج. إذا ندرس خواص خاصية تداخل الأمواج وانعراج الأمواج. هل فكرنا لماذا يعكس القرص السي دي ألوان، يعني ينعكس عنه الضوء بألوان براقة وجميلة؟ هل فكرنا كيف الآلات الموسيقية تعزف؟ تابعوا معي هذا الفيديو لنشاهد الموسيقي. إذا نتابع. لاحظنا أن الأمواج أو الاهتزازات الصوتية عندما تنتشر في الوسط، فالإشارات الصوتية تتداخل في بعضها البعض. إذن دعونا نتساءل، كيف يمكن للآلات الموسيقية عزف مقطوعة موسيقية، وكيف تتشكل النوتة الموسيقية؟ إذا درسنا من خلال هذا الفيديو، ندرس النوتة الموسيقية هي عبارة عن مجموعة اهتزازات. لاحظ إذا مجموعة أمواج، كل وتر، كل اهتزازة تنتشر على شكل موجة، فمجموعة الأمواج تتداخل فيما بينها لتعطي الأصوات المختلفة. فإما أن تتداخل الأمواج على توافق، وإما أن تتداخل هذه الأمواج على تعاكس، وبالتالي نتيجة تداخل الأمواج نحصل على النوتة الموسيقية التي نسمعها التي نستمتع بها. فإذا دعونا ندرس تداخل الأمواج، ولدراسة تداخل الأمواج ندرس تداخل الأمواج على سطح الماء في حوض الأمواج المائي، حيث نولد اضطرابين متماثلين مترابطين لهما التواتر نفسه، ولذلك نستخدم أو نصل إلى المنبع النقطي، منبعين نقطيين المسافة بينهما دي، S1 S2 تساوي دي. نتابع هذه التجربة. إذن بالتجربة تنتشر الموجتان دائريتان على سطح الماء، وهذه التجربة إذن نلاحظ لدينا منبعين نقطيين البعد بينهما يساوي دي، فعندما يلامسان سطح الماء، عندما يهتز المنبعان فكل منبع يولد موجة دائرية، وتنتشر الموجتان دائريتان على سطح الماء لتشكلان الأمواج المتقدمة الدائرية. تتداخل الأمواج الدائرية فتشكل على تتشكل على شكل منحنيات. ملاحظين القطوع الزائدة، منحنيات مضيئة على شكل قطوع زائدة مضيئة ومعتمة. ملاحظ هون في عندي منحنى سكون، هون سكون، أما في عندي منحنيات مضيئة. المنحنيات المضيئة تمثل نقاط الاهتزاز الأعظم. إذن منلاحظ
الخطوط على شكل قطوع زائدة، ومحرقة القطوع الزائدة هي المنبعين. فإذا هذه هي الأمواج موجتان دائريتان، فعند تداخلهما فإما أن تتداخل الأمواج على توافق أو أن تتداخل على تعاكس. إذا يصل اهتزاز إلى جميع نقاط اهتزاز الموجتين إلى جميع نقاط الوسط المائي، فتهتز نقاط الوسط المائي. بنلاحظ هون في عندي النقاط التي تهتز على توافق وتعطي نقاط اهتزاز أعظمي في المنتصف مستقيم، والقطوع الزائدة على جانبي المستقيم. محرقة القطوع الزائدة هما المنبعان. فإما أن تتلاقى الأمواج عند النقاط على توافق فتعطيني نقاط اهتزاز أعظمي، فإذا قمة مع قمة تعطيني قمة مضاعفة، وقاع مع قاع فيعطي قاع مضاعف. وهذه هي المنحنيات المضيئة أو النقاط المضيئة. وإما أن تتلاقى الأمواج على تعاكس، وبالتالي فإن يحصل لدينا يعني يحصل لدينا أنه النقاط التي تتلاقى على تعاكس بيصير عندي سعة الاهتزاز هي حاصل طرح سعتي الاهتزاز، وبالتالي نحصل على نقاط اهتزاز إما أصغري أو معدوم إذا كانت لأن سعة الموجتان متساويتان. إذا الموجتان متماثلتان فسعتي الاهتزاز متساويتان. إذا ما تعليل ذلك؟ إن تتعرض كل نقطة من نقاط السطح في كل لحظة لتأثير الموجتين الصادرتين عن المنبع في آن واحد، وبالتالي فإن نقاط الاهتزاز الأعظمي نتابع الفيديو. طب إذا عندما يتعرض نقاط الاهتزاز نقاط السطح المائي إلى موجتين، موجة الأولى سعة اهتزازها واي واحد، موجة الثانية واي اثنين، نلاحظ أنه تتلاقى الموجتان إما على توافق فالسعتين قمة مع قمة فتعطيني قمة مضاعفة، أو أن تتلاقى الأمواج. فإذا هون بصير عندي واي واحد زائد واي اثنين بتساوي لي قمة مضاعفة هي اثنين واي، أو أن تتلاقى الأمواج على تعاكس يعني قمة مع قاع. قمة مع قاع التقت على تعاكس فبيصير عندي واي واحد ناقص واي اثنين، بهالحالة بنحصل على نقاط اهتزاز أصغري، أو إذا كانت واي واحد واي اثنين متساويتين بتكون نقاط سكون، أو بيكون الاهتزاز عند هذه النقاط معدوم. إذا في تجربتنا يكون النقاط هي نقاط سكون. فإذا نقاط المضيئة هي نقاط الاهتزاز الأعظمي والتي تتلاقى عندها الأمواج على توافق دائم، أي تتلاقى قمة مع قمة أو تتلاقى قاع مع قاع. فإذا هون عندي قمة قاع مع قاع أو قمة مع قمة فنحصل على قمة مضاعفة، تبقى طول الموجة نفسه ولكن يختلف عندي سعة الاهتزاز. الآن طبعا هذا الاهتزاز عندما يتلاقى على توافق نسمي هذا التراكب أو هذا التداخل تداخل بناء. الآن نقاط المعتمة تفسيرها أن النقاط أنه وصل الاهتزاز أو الموجتين وصلت إلى نقاط المعتمة على تعاكس دائم في الطور، ويتلاقى فيها عندها قمة مع قاع أو قاع مع قمة، وبالتالي فإن سعة الاهتزاز الحاصل عندها هو حاصل طرح السعتين، وبالتالي فبيعطيني سعة الاهتزاز صفر بهالحالة، وبيكون الاهتزاز معدوم وبيكون نقاط سكون. فإذا تشكل عندي نقاط سكون ونسمي التداخل تداخل هدام. الآن نريد استنتاج نقاط الاهتزاز الأعظمي. لحتى نحصل على نقاط الاهتزاز الأعظمي، إذا يصل إلى النقطة A الاهتزاز من أو الموجة تصل من المنبع S1
بتاخذ يعني في مسافه اكس واحد، ومن منبع اس 2 في عندي مسافه هي اس 2 اي. فاذا فرق المسير يلي هو دلتا عباره عن اس 1 اي ناقص اس 2 اي. فاذا يكون فرق المسير بين للوصول في حالة نقاط الاهتزاز الأعظمي دلتا S1 A ناقص S2 A طبعا بالقيمة المطلقة يساوي عدد صحيح من طول الموجة. إذا شفنا فرق المسير هون في عندي عدد صحيح من طول الموجة. إذا نقاط الاهتزاز الأعظمي حيث أن K هو عدد صحيح 0 1 2 3 إلى آخره، ممكن يكون أي قيمة من هذه القيم. نستنتج أن نقاط الاهتزاز الأعظمي هي عبارة عن نقاط التي يكون فرق بعديها عن المنبعين يساوي عددا صحيحا من طول الموجة. الآن استنتاج نقاط الاهتزاز الأصغري أو السكون، نقاط السكون. إذا استنتاج نقاط السكون يكون فرق المسير S1N عن نقطة بعد S1 عن N ناقص S2N يساوي، إذا لاحظنا هون فرق المسير بيطلع نص موجة. فإذا حتى نحصل على نقاط السكون فإن فرق المسير بين S1N ناقص S2N يساوي 2 عدد فردي من نصف طول الموجة، 2 كي فتحة زائد 1 من لمدة على 2، حيث كي فتحة يساوي 0 1 2 3 إلى آخره. وهذا طبعا هو عدد صحيح يمثل العدد فردي من نصف طول الموجة. إذا نقاط الاهتزاز نقاط السكون هي النقاط التي يكون فرق بعديها عن المنبعين يساوي عددا فرديا من نصف طول الموجة. الآن تداخل موجتان الأمواج، ندرس تراكب موجتان في المكان نفسه والزمان نفسه على أن يصدرهما منبعان مترابطان متماسكان لهما التواتر نفسه ومتفقان في الطور. فمنتابع، إذا لدينا الآن منبعان يهتزان على سطح حوض الأمواج المائية. بنلاحظ تشكل أهداب التداخل، لدينا أهداب مضيئة ولدينا أهداب معتمة. لاحظ هذه أهداب السكون، أهداب السكون والأهداب المعتمة يلي هي معتمة. الأهداب المضيئة هي أهداب النقاط الاهتزاز الأعظمي وتكون سعة الاهتزاز عندها عظمى. فإذا إن الموجتين عندما تنتشران على سطح طبعا من المنبعين S1 وS2 تنتشران على سطح الماء نتيجة التداخل بتشكل لي مجموعة أهداب التداخل، وهي عبارة عن قطوع الاهتزاز على شكل قطوع اهتزاز. هنا لدينا قطوع الاهتزاز الأعظمي بنلاحظها باللون الأحمر. في المنتصف عندي الهدب المركزي او العمود، هو عباره عن عمود، ملاحظين هون هذا عمودي على المسافه بين اس 1 واس 2 وعند منتصفهما، عند منتصف المسافه اس 1 واس 2، وهو يكون هدب مضيء فهو هدب لنقاط اهتزاز اعظمي. باقي قطوع الاهتزاز الأعظمي تكون على جانبي نقاط على جانبي الهدب المركزي او هذا العمود المركزي. الان طبعا بيكون بشكل متناظر، يكون المحرقان محرقا القطوع الزائده هي المنبعان S1 وS2. طبعا ترتيب K من أجل الهدب المركزي يساوي الصفر، من أجل واحد K يساوي الواحد بيكون عندي هذا القطع وهذا القطع. إذا من أجل واحد بيعطيني قطعان أو هدبان على جانبي العمود،
من اجل كي يساوي 2 بيعطيني ايضا هدبان متناظران بالنسبه للعمود، والبعد بين كل هدبين متتاليين ومتماثلين يساوي لمدا 2. اذا ماذا لاحظنا عند تداخل موجتان؟ اولا تهتز النقاط الواقعه في حقل التداخل بسعه تتراوح بين الصفر والسعه العظمى. ثانيا انه النقاط الواقعه على العمود المقام في منتصف المسافه بين المنبعين هي نقاط اهتزاز اعظمي ونسميه الهدب المركزي. ثالثا على جانبي العمود او يلي هو الهدب المركزي يوجد قطوع سكون وهي اهداب معتمه، وقطوع اهتزاز اعظمي وهي اهداب مضيئه. رابعا تبعد كل نقطه اهتزاز اعظمي عن النقطة المجاورة لها بالاهتزاز الأعظمي، أي أنه كل ذروة قطعين مضيئين يبعدان عن بعضهما نصف طول الموجة لمدة على 2، أي البعد بين ذروتي القطعين مضيئين متتاليين متجاورين. المسافة بين ذروتي قطعين متماثلين مضيئين أو معتمين متجاورين يساوي لمدة على 2. إذا كل قطعين متماثلين بالاهتزاز بالحالة الاهتزازية ومتجاورين متتاليين بعد بينهما هو لمدة 2. يعني أنا عندي هون القطع المضيء، هذا قطع مضيء، قطع مضيء آخر، البعد بينهما يساوي لمدة على 2 نصف طول الموجة. عند تداخل إذا الموجتين أيضا نلاحظ تبعد كل نقطة اهتزاز أعظمي عن نقطة السكون التي تليها مباشرة ربع طول موجة لمدة على 4. المسافة بين أيضا سابعا أن المسافة بين ذروتي قطعين مختلفين، يعني قطع مضيء قطع اهتزاز أعظمي وقطع سكون مجاور له والتالي له البعد بينهما يساوي لمدة على 4. الآن عدد نقاط الاهتزاز الأعظمي، وهذه من أجل المسائل حل المسائل، عدد نقاط الاهتزاز الأعظمي نستنتجها من العلاقة، نأخذ فرق المسير يجب أن يكون أصغر من المسافة بين المنبعين، فيجب أن تكون القطوع محصورة بين المنبعين. فإذا نأخذ دلتا أصغر من S1 S2 ونعلم أن قطوع نقاط الاهتزاز الأعظمي يكون فرق المسير بينها يساوي كي بلمدا، أي أن كي لمدا أصغر من S1 S2، نستنتج كي هو أصغر من S1 S2 على لمدا، وبالتالي فيكون عدد النقاط الاهتزاز الأعظمي يساوي 2 كي، لأن على جانبي كل الهدب المركزي يوجد قطعين متناظرين، فمنأخذ 2 كي زائد 1 للهدب المركزي، فيكون عدد نقاط الاهتزاز الأعظمي هو 2 كي زائد 1. من أجل باقي القيم توجد نقاط نقطتان لكل قيمة، نأخذ نقطتان لكل قيمة على جانبي الهدب المركزي أو النقطة المركزية. إذا كي يساوي 0 هي من أجل منتصف المسافة بين المنبعين يلي عند الهدب المركزي. الآن عدد نقاط السكون، نستنتج أيضا من العلاقة أن يكون عدد نقاط السكون، العلاقة تقول أن دلتا من أجل عدد نقاط السكون هي أصغر أو تساوي S1 S2 باعتبار أن S1 و S2 هي نقاط سكون، عند المنبعين تكون نقاط سكون، فإذا يؤدي أنه أنا بعرف أن دلتا من أجل نقاط السكون هو عدد فردي من لمدة على 2. نعود نستنتج من ذلك كي فتحة أو 2، من أجل ذلك نستنتج 2 كي زائد 1 ونستنتج عدد نقاط السكون. هنا عدد نقاط السكون يساوي 2، لأنه الكل يوجد نقطتين من أجل كل كي فتحة، فإذا 2 كي فتحة زائد نصف.
زائد نص أو زائد واحد، 2 كي فتحة زائد واحد. الآن شقا يونغ، تداخل ضوئي. شقا يونغ هذه هي التجربة، أنه نأخذ منبع نقطي ونجعل أمام منبع حاجز فيه شقين، فيعطينا منبعين نقطيين لهما نفس التواتر، مترابطين ونفس الطول الموجي ومترابطين. ينشأ تداخل بين الموجتين الضوئيتين هنا في منطقة التداخل، نستقبل التداخل على حاجز. نستنتج من أنه يتشكل طبعا هنا تجربة، إذا موجة طبعا هون نمثل الموجة الضوئية بموجة مائية، وكأنه استقبلنا حصلنا على موجتان نتيجة تداخل، نحصل أو نستقبل تداخل ضوء على حاجز فنحصل على أهداب التداخل الضوئي. لدينا في المنتصف هدب مركزي، وعلى جانبي الهدب المركزي يوجد أهداب معتمة وأهداب مضيئة. نستنتج أن الهدب المركزي مضيء دوما، أن إذن ونسمي المسافة بين مركزي هدبين مضيئين أو مظلمين متتاليين البعد الهدبي، ويعطى بالعلاقة A يساوي لامدا دي على دي، حيث I البعد الهدبي، دي البعد بين المنبعين، ودي البعد الحاجز عن المنبعين، ولامدا هي طول الحاجز. أعزائي طلاب، هذا كان درسنا تداخل الأمواج. أرجو أن نكون قد حققنا الفائدة. أرجو منكم حل مسائل التداخل لتحقيق الفائدة المرجوة. شكرا لكم.